السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه مننا اخ. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد الطابلو ديال الغروب اللي كيجي زوين بزاف بطريقه مختلفه. سبق ليا في الفيديو خدمت معكم واحد الطابلو ديال الغروب ولكن خدمته على لاطوال. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقه اللي كتجي زوينه بزاف. غادي نخدموه على الكونتر بلاكي. كيف ما كتشوفوا اخوات، نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا اخوات، انا هذا الطابلو هو صيبته، هذا كونتر بلاكي كيما كتشوفوا، كونتر بلاكي، وديته عند النجار خدم لي عليه كادر كونتر بلاكي ودار لي عليه كادر. ها كيما كتشوفوا، ها هو الكادر. اليوم ان شاء الله غادي نخدم الغروب وغادي نخدموا على الكونتر بلاكي وحتى الكادر. الكادر ما غاديش نخليه سامبل كيف ما كنديروا دائما بالمارون ولا بالنوار، لا، حتى الكادر ان شاء الله غادي نصبغوا بالغروب بحال الطابلو ديالنا. اول حاجه كنبداو بها كنقرطوا لي تانت، كنخدموا دائما بلي تانت، كنخدموا دائما بلي تانت هاهما، وصباغه بيضاء ديال الماء. اول حاجه كنقبطوا شي طاسه كنخلطوا فيها الاحمر والصفر باش كيعطينا لورونج، وكنزيدوا فيه شويه ديال الصباغه بيضاء، لاتنت صفراء وحمراء وشويه ديال الصباغه بيضاء، ها هو عطانا الليموني. وكنقبطوا هاد لاتنت الصفراء كنزيدوا عليها شويه ديال الصباغه بيضاء وكنخلطوها كما كتشوف. وهذه صباغه قهويه، كان عندي هاد التوب فيه صباغه قهويه، هادو هما الصبايغ اللي غنحتاج للغروب. ونبداو على بركه الله. غادي نقبطو صباغه قهويه ديالتنا، صباغه ليمونيه، هانتوما كنصبغو حتى لهنا. هادي كلها ليمونيه من هنا كلها، شفتو؟ وغنصبغ حتى الكادر كما كتشوفون، كنصبغ الكادر من لهنا من الجناب كله. راه طريقه ساهله، غتبعوني راكم غتطبقوا، تبعوني في الفيديو وغادي تعرفوا كيفاش تخدموا. هذه الطريقه سهله ماشي واعره. من بعد ما كملت الصباغه ليمونيه غندوز دابا غنصبغ الصفر. كما كتشوفوا انا صبغت الحاشيه من هنا من هنا صبغته كامل بالليموني. دابا غندوز نصبغ الصفر، غنبدا من الفوق كما كتشوفوا. غنصبغ عاود هذه الصفره كامله حتى لهنايا حتى الليموني. من بعد عاد غنبقى نوريكم كيفاش غنديكرادي هاد البلاصه. لحد دابا راه كلشي مفهوم، تبعوا غير الطريقه وغتفهموا كلشي. غنكمل هذه كامله في الصباغه بيضاء، عفوا الصباغه صفراء، ندير الصباغه صفراء. دابا بعد ما صبغت كملت هنايا وكملت هنا، شوفوا اش كندير. كنفزك شويه البانسو بالماء، نفزك البانسو شويه بالماء وكندخل في هاد لورونج باش ندير ان ديغرادي. نحك هاد الليموني في الصفر بحال هاد الشكل هذا. ندير واحد شويه ديال لورونج هنا حيت لورونج نشف كتشوفوا. كنخليها
ندخل الليموني في الصفر كنديغرادي مزيان هنايا. كما كتشوفوا اخوات من بعد ما ساليت هذه غراديت ما بين الليمون وما بين الصفر درت عاوتاني هنايا شي ديطاش بلورانج ودابا غادي هذا لورانج هذا اللي لتحت غندخل فيه شويه ديال المارو شويه ديال المارو بما ان هذا هاد لورونج هذا نشفلينا غادي نحاول نعاود شويه ديال لورونج هنا باش يتنشف ملي غنجي نديكرادي ما غيبغيش يدخل ليا اللون في اللون نشف غنحاول نفزر شويه هكا صبغه لورونج ما تقبلش غير تحت وغندير شويه ديال القهوي وغندي غرادي دابا كنصبر هاد طبعا الطريقة حتى ندخل شوية باش يجيني بحس كحولة تحت شوية نغلق شوية لورونج نغلق شوية لورونج لتحت ودابا غنقبض صباغة بيضاء زدت فيها شوية ديال الماء وغنخدم هنا واحد نصف دائرة هكا بحال هاد الشكل هذا نصف دائرة صغيرة بيضاء هادي بحال قلتي الشمش كتغرب هيا طات الشميشة كتغرب بعد ما ساليت نصف دائره ديالتي غادي نقبض هنا لورونج ونحاول نديكرادي هكا ندخل هنا في وهاد البيض هذا راه زدت فيه شويه ديال لورونج وشويه ديال الصفر باش كيتقادي كيبقى شي بياض في مره صافي غادي نجي هنا غندير بحال الشعاع ديال الشمس ندير هنا غادي كيكبر غادي كيصغر بحال هكا غادي كيصغر بهاد الطريقة كما كتشوفو غندير واحد الصفورية داخل هكا شوية لورونج عاود نديرو بحال هاد الطريقة هاكا
نجيبها. خليه دابا ينشف شويه ومن بعد نكمل معكم الطابلو، ينشف ونكمل معكم الطابلو. دابا اخوات كما كتشوفوا من بعد الطابلو ديالي ما نشف، انا دابا غندوز ندير الشجرات. طبعا بصبغة قوية. نحط هاد البانسون هدا، خفيف. نتمنى الفيديو يكون باين، شوفوا انا غادي نضيف شويه ديال الطبق الخفيف ديال الشجر. ما ساليت الجهه اللي من هنا، غنخدم دابا هاد الجهه اللي من هنا باش نجرات.
كيف ما كتشوفوا اخوات، هاد الطابلو ديالي سالا كما كتشوفوا. انا زدت ديك الشجيرات انا درتهم معكم، وزدت هادوك لي زافريكان اللي راهو ما كتشوفوا. كانت عندي رسمتهم، ولكن ممكن نتوما تحطوا بابي كربون، يكون عندكم هاد الرشيمات غادي تقبطوا البابي كربون، حطوه رشمو ديك لي زافريكان وصبغوهم حتى هما في المارون. من بعد ما نشف الطابلو ديالي كامل، شريت واحد الفيرني، خديت منه شويه منه ودرتو معها شويه ديال الماء، وفيرنيت الطابلو ديالي كامل وخليته حتى كينشف. ها الفيرني ديالي غنقول لكم شنو سميتو، ها هو كما كتشوفوا سميتو الريكزيم. هاد الريكزيم هذا كديروه في شويه ديال الماء وكتخلطوه مزيان صافي، وكتقبطوا الباسو ديالكم وكتصبغوه كامل بالفيرني صافي، هو كيتفيرنا. الطريقه سهله ماشي واعره، راه فايت سبق ليا درتو في الطابلوات اللي كنت رسمت بلاطوال ديال بالعمان. الا رجعتو للطابلو ديال بالعمان غادي تشوفوا الطريقه ديال الفيرني، ساهل الفيرني ماشي شي حاجه صعيبه. وها هو الطابلو ديالنا كمل كما كتشوفوا، ها الشجرات، ها الغروب كيجي غزال. هو الطابلو ديالنا، كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم. تهلاو فراسكم بزاف، ما تنساوش تابونا فلاشين ديالي وديروا لايك وتخليو شي تعليق، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.